من لا يكون له ورد من كتاب الله يا إخوان حرم نفسه من أسباب الخير. وتسأله لما لا يكون لك كل يوم ورد من كتاب الله؟ فيقول المشاغل الكثيرة التي ما تنتهي. الله أكبر، كيف تقدم هذه المشاغل على مرضاة رب العالمين ومناجاة رب العالمين وتلاوة كلام رب العالمين؟ كيف تقدم هذه المشاغل وعامتها مشاغل متعبة للقلب وللنفس على ما هو سبب الطمأنينة والسعادة والراحة؟ لكنها المفاهيم المغلوطة في أذهان بعض الناس والتقصير والإهمال وعدم معرفة مقادير الأعمال. وإلا فهل شيء يداني كلام الله عز وجل؟ أخي، إن لم يكن لك ورد من كتاب الله كنت على خطر وقلبك على خطر. وتأمل قول ربنا عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون.